الحمد لله مقابلة اليوم كانت صعيبة ضد فريق جديدة صراحة، يعني كنحيي من هذا المباراة هذا، يعني قدم يعني واحد يعني طبق كروي اليوم جميل، يعني سبب لنا كثير ديال المشاكل، لكن الحمد لله يعني بعزيمة اللاعبين يعني الحمد لله كان يعني اللقب من نصيبنا، يعني وكنشكر الحارس زنيتي اللي كان تألق في هذه المباراة دي وجميع اللاعبين.